خلينا لأجل تعزيتنا هنقرأ مع بعضينا من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8. رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح 8 من عدد 18 بيقول فيها الكتاب المقدس: لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا، ولإلهنا كل المجد. يا أحبائي، موضوع بيشغل الكتاب المقدس كله، لغز كبير هيفضل في حياتنا كجماعة مؤمنين، ممكن نعرف فيه إجابة وممكن ما نعرفش فيه إجابة. إيه هو؟ هو حتمية الألم. لغز كبير في حياتنا كجماعة مؤمنين، بيمثل في العهد القديم وبيمثل المؤمنين العهد الجديد، حاجة اسمها الألم. ليه الألم؟ ليه ربنا بيسمح بالألم في العالم؟ ليه في أمراض وفي أوبئة وفي احتياجات وفي فقر وفي ناس مبسوطة مرتاحة وناس فقيرة تعبانة؟ ليه كل ده؟ هجيب حوالي كم مشهد أو كم دايرة من الكتاب المقدس، وبعد كده في الآخر هلم الدنيا وأقول ليه ربنا بيسمح بالألم أو إيه الهدف أو الغرض. بس خلينا أقول حاجة: المسيح لأنه أشرف شخص جه في الوجود في أرضنا، تفتكروا المسيح لما جه أرضنا هنا اتعلم ولا ما اتعلمش؟ اتعلم. وأكبر مثال بيان عملي على الشخص الرب يسوع المسيح له كل المجد، مش اتألم بسبب خطية ما، لكن هو كان هدف من أهداف حياته على الأرض أن يوصل لعملية التجسد، ومن خلال التجسد أن يوصل للصليب. والكتاب بيقول لنا كده أنه ما جاش في يوم من الأيام، جه في وقت من الأيام أنه أثنى حياته، أو جه في يوم من الأيام تباطأ، أو جه في يوم من الأيام نحاول أنه يتراجع، لكن بيقول عنه الكتاب أنه لما ثبت وجهه إلى الأورشليم. ولما تقروا الأربع بشايا متى ومرقس ولوقا ويوحنا، طول ما هو كان بيتكلم مع التلاميذ يقول لهم هذا الكلام، ان ابن الانسان هيجي في يوم من الايام هيتسلم وهيتألم وهيتفل على وشه، وهيجي في يوم من الايام هيقتل بس اطمئنوا، لكن في اليوم الثالث اللي هيحصل له هيقوم. ده مش كده بس، لما تقرا حياته طول ما كان عايش على الارض مش اتألم الام كفاريه وبس ولا الام نفسيه، لكن حتى دايرة الناس، تعامل مع الجمهور تعامل صعب جدا. مفيش مرة فيها يا سيدي وانت بتتكلم الا دايما شيوخ الكهنة والرؤساء والكتبة كان دايما يعملوا له فخوخ وكان يعملوا له مقالب. عشان كده اللي بقول الكلام ده قبل ما اتكلم في الموضوع ده، ما تفاجئش انه اللي يقول لك في يوم من الايام ان انت لما هتتبع المسيح وان السكة هتبقى وردية، انا اسف ده شخص بيخدعك. الحياة مع المسيح ألم، بس ما تنساش في ألم بس في مجد. بس الشيلة تاخدها على ايه؟ على بعض. احنا في ناس اوقات كتير عايزة تاخد
المجد وتسيب. لا لا، احنا بنقول لك لا، الشيله لازم على بعضها. كتاب بيقول لنا كده في اعمال الرسل، الرسول بولس وهو بيخدم في الرحله الاولى والثانيه قال للتلاميذ اكتر من مره انه ينبغي بدقات كثيره نعمل ايه؟ ندخل. مش دقات قليله، لكن دقات شكلها ايه؟ دقات كثيره. ده مش كده بس، في روميا 8 الرسول بولس وهو بيكلم اخوه روميا بيقول لهم هذا الكلام الرائع، فاني احسب ان الام الزمان الحاضر مالها لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. فالمسيح لما كان عايش على الارض اتألم اتألم اتألم، وانا هجيب شويه عينات كده عشان اقول لكم قد ايه المسيح كان في هذا الامر مخلص بالناس. وممكن تيجي في يوم الايام مش انك تتحارب بالناس والجمهور بس، عايز اقول لك وارد جدا وارد جدا اقرب الناس ليك وهي دايره قرايبك ممكن يحدفوك بالزلط وممكن يحدفوك بالدبش. المسيح لما كان عايش على الارض تخيل اقرباء قالوا عنه، ايه حد عارف؟ مره قالوا عنه انه مختل العقل، مره تاني اتهموه انه بعزل ابول يخرج الشياطين. عارفين يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني انه في شيطان. مره وهو بيتعامل مع الناس قالوا له كده مره انك سامري وبك شيطان. ياه، كل ده ليه المسيح او الروح القدس بصفه خاصه سجل لنا الحاجات دي في الكتاب المقدس؟ مش عشان حضراتكم احنا نوعظ بيها ليكم ابدا، لكن ده عشان يكون مثال عملي ليك وليك وليا. الرب عايز يعلمنا دايره مهمه قوي. عارفين دايره اسمها دايره ايه؟ ها، الاحتمال وطوله البال. طب ودي تيجي ازاي بقى؟ دي ما تجيش بحاجه تاني الا بسكه الالم. هتقول لي تطلع مؤتمرات مع احترامي ليك وهتطلع خلوات، اعمل اللي انت عايزه، اتفسح وروح شرق وغرب واتنطط، ده مش هيجي الا بالقعده قدام الرب في كل مره في كل مره. وانا قاعد قدام محضر ربنا بعترف بضعفي وعجزي وفشلي ان انا ولا حاجه يا رب. اذ لنا هذا الكنز العظيم في اواني خزفيه ليكون فضل القوه لله لا منا. يا رب ان كان عليا انا في اصلي صفر ولا شيء بالمره، لكن نعمتك هي اللي بتسند ونعمتك هي اللي بتشجع. عشان كده حبيت الخص هذا الامر، حتميه الالم لينا كجماعه مؤمنين ضريبه عليا ان انا ادفعها كل مؤمن. لو كنت فاكر ان مشيك ورا المسيح السكه هتبقى مرتاحه، انا اسف انت اتخدعت. سكه المسيح سكه حباب مش مفروشه بالورد، لكن مفروشه بالالم، بس اخرها في مجد. عشان كده مفيش وقت احكي كتير، لما تروح بيتك من فضلك اقرا رساله بطرس الرسول الاولى، ما تجيش كلمه الم الا بعديها كلمه مجد، الالام والامجاد التي بعدها. فانا عايز اقول حلو ان يكون في الم، بس خلينا اوضح على اربع انواع من الالم عشان ما انتهوش كتير، عشان لربما واحد يكون فينا مخدوع انه في الم بحسب مشيئه ربنا، وفي الم طبيعي، وفي الم نتيجه زرع وحصاد. خلي بالكم وهتكلم على كل حاجه واقف عندها خمس دقائق كده، وبعد كده في الاخر هقول ايه الغرض اللي ربنا عايز يوصلنا من هذا الالم. اول حاجه الكتاب المقدس بيقول لنا انه في حاجه اسمها الام زمان الحاضر. ايه الام زمان الحاضر؟ يعني احنا زي بقيه البشر، اتخلقنا بلحم واتخلقنا باعصاب واتخلقنا بدم. يعني وارد اللي بيحصل للبشر بره ممكن يحصل ليا. يعني وارد على فريد انه في يوم من الايام ينصب برد؟ طب وارد انه فريد يتصب كورونا؟ وارد انه يجي في يوم من الايام اتصب سخونيه؟ في حاجات طبيعيه مفيش فيها انا ليا فضل فيها. يعني هقول حاجه على سبيل المثال، لو في وقت من الاوقات اخذت شاور سخن ورحت طالع على البحر فجاه، ايه اللي هيحصل لي؟ ده حصل معايا على فكره. فدي حاجات طبيعيه لازم تاخد بالك منها، ده قوانين الله حطها فلازم تكون واخد بالك منها. ففي حاجه اسمها الام الزمان الحاضر،
زي ما بيحصل للشرير بيحصل ليك. حاجة تانية بسرعة، في حاجة اسمها آلام الحصاد والزرع. يعني ايه بقى الزرع والحصاد؟ طب سؤال ليكم بقى، آلام الزرع والحصاد ده على المؤمن والخاطي ولا على المؤمن بس؟ على الاثنين. وهجيب مثالين من الكتاب المقدس. مثل الاول على الخاطي، لما تروحوا البيت اقروا قضاة 5. في ملك اسمه أدنوبازق، والراجل ده لما كان يأسر الملوك كان عنده كيف يتمزج ان يمسك اباهم الاصابع يعمل فيهم ايه؟ يقطع صوابعهم. وبعدين عنده لذة لما كان يجي يتغدى ولا يتعشى كان يحطهم تحت الترابيزة او المائدة بتاعته ويبتدوا، انا اسف، يعمل فيهم ايه؟ يرملهم الاكل، اسف، زي الكلاب. بعدين جه في وقت من الاوقات الملك ده اتسبى عن طريق يشوع. بص الرد قال ايه بقى؟ اول ما اتسبى بيقول كما فعلت جزانا الله. قضاة 5:1-7، كما فعلت جزانا الله. عايز اسال بقى سؤال هنا واقف شويه، هو ممكن المؤمن يزرع حاجات مش حلوه ويحصد حاجات مش حلوه؟ ايه رايكم؟ وانا هجيب عيان من الكتاب المقدس على مؤمن في وقت من الاوقات الكتاب شهد عنه كده، مش انا اللي بقول، الروح القدس شهد عنه، بيقول انه فتشت داوود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئة. سؤال بقى ليكم، كان في مشيئة ربنا ان داوود يخطئ مع بتشبع ويزني معاها ويوصل لجنايات القتل والسرقة والامور الصعبة دي؟ ايه رأيكم؟ ده زرع، ده زرع من نفس الزرع حضرتك اللي انت بتزرعها هتيجي في يوم من الايام هتعمل ايه؟ ده مبدأ. حتى الرسول بولس لإخوة غلاطيا بيقول لهم لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصده. الأسابيع اللي فاتت كنت متألم جدا، والاختبار ده أنا شاركت بيه أخويا الدكتور صامويل. كان عندي شابين بجري وراهم للأسف دخلوا في سكة إدمان. منهم شاب أنا لحقته في خلال سنة بتجري وراه في القهاوي، لغاية لما كنت بكلم واحد من الخدام عليه وبقول له قلبي متقطع على العيال دول. لما روحت البيت قعدت ابكي وقلت له رب معقولة يعني العيال دي انت ما حبيتهاش؟ الولد ده انا لما شفته افتكرت فيه ابني في كلية، عيل طيب جدا وغلبان، واللي قال عليه ده اب كاهن، وقال لي الولد ده يتيم، امه ماتت بالكانسر وعايش في بيئة صعبة جدا، ومن فضلك حط عينك عليه. قعدت سنة اجري عليه. وبعدين في الاخر بكل اسف الولد وصل من حالة ادمان لبرشام لحشيش ومخدرات، وراح دخل في الغويط، دخل في الكوكايين والهروين والحقن المخدرة. كنت عمال اصلي بقول يا رب معقولة اللي جيت وانت في حياتك على الارض وانت بتدور على الخطاة التعبانيين والمساكين، ده انت يا رب اتهمت انك محبة للعشرين، وايه دي تهمة حلوة حلوة، لانه اتشرفت ان انا اكون واحد من ضمن الناس دول. يا رب ده انت ما شفتش عشار الا وزاني وخاطي واسيم بتدور عليه. مش هطول عليكم، الولد جه في وقت من الاوقات قال لي انا تعبت. طب ايه المطلوب مني؟ قال انا عايز اروح مركز ادمان. مركز الادمان في الشهر بيصرف من 3,000 ل 4,000 جنيه، القرص بياخد 6 شهور، يعني ضربه كده حوالي من 3,000 ل 4,000 في الشهر، يعني مطلوب منه 24,000 في ال6 شهور. قلت له طب ماشي معاك، معاك كام منهم؟ راح مطلع لي جيوبه الاثنين وقال لي انا فاضي. روحت البيت وقعدت اصلي يا رب وجهني اعمل ايه يا رب. المدمن صعب، ربنا ما يوريكم شاب مدمن في بيت ولا بنت مدمنه. كل حال ماشى في السكه دي طويله. بعدين بدات ان انا اكلم بعض اباء الكهنه، قلت لهم يا جماعه عندي ولد وضعه 1، طب معاه كام؟ قلت لهم معوش ولا حاجه. قالوا احنا اسفين، وقفلوا الباب في الوش. بس اشكر الله، الله استجاب الصلاه. اتصل بيا حد من الاخوه
وقال لي فريد انت عندك واحد اسمه كذا، قلت له نعم، قال لي ابعته ومش عايزين منه ولا ساخ. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك، لانه ان كانت الناس بتقسى وان كانت الناس بتجرح وان كانت الناس مش بتفهم، لكن يكفي ان انت بتفهم وانك بتقدر الانسان. وديته، والادهى انه بعد شهرين المفروض انه بينزل بيتعزم عند بيت اسرته، المشرف معاه يا دوبك دخل البيت من هنا وراح عمل ايه؟ هرب. وقالوا لي تاني بتجري وراه؟ قلت لهم ايوه، مش قادر. سيدي لما كان بيمشي على الارض بيقول عنه الكتاب انه بيفتش على الضال حتى يعمل ايه؟ يجده. قلبي واكلني. طب ربنا حطه يا جماعة قدامي اعمل ايه؟ مش قادر اهرب قدام محبة ربنا. بعد ما هرب صراحة قعد يرن علي، ما رضيتش ارد عليه. بعد شوية جاني وقال لي انا تعبت. قلت له يا شيخ تعبت بجد؟ تخليك شوية. قال لي تعبت، من فضلك انا وصلت لمرحلة صعبة جدا. قلت طب ايه المطلوب مني؟ قال لي تعالي صلي معايا. قلت له حاضر. الكلام ده انا فاكر كان في يوم زي كده الساعه 6 مساء 7، اخذ حقنه مع نفسه وبدت بعيد عنكم الجلطه تسرح على رجليه وتسرح على قلبه وتسرح على مخه. بدا انه بقه يتعود، بدا يفقد الوعي، وبدا الحاله بقى صعبه جدا. خد اتصل بيا قال لي من فضلك الحق اخويا لانه بيخلص في النفس الاخير. طب اجي؟ قال لي الساعه 10 بالليل، خليك الصبح. قلت له حاضر. الساعه 5 الفجر لقيت الله بيحركني قوم صلي. بطلت اصلي من الساعه 5 حوالي لغايه الساعه 8 الا ربع، كنت قافل الموبايل وقتها. الساعه 8 بالظبط انا فتحت الموبايل، لقيت اخوه بيتصل بيا قال لي اخويا بيفرفض. طلعت اجري، اتصلت ببعض الدكاتره وبعض الاباء الكهنه، قالوا لي فين؟ الساعه 8 الصبح هنجيب لك دكتور. دخلت عليه لقيته فاتح بقه، حطيت ايدي على النبض بتاعه لقيت النبض واقف، حطيت فتله على مناخيره وقلت لربما الفتله بتتحرك، لقيت الفتله ما بتتحركش. ضربت الموبايل في نن عينيه، انا عندي خلفيه انه طالما في روح النن المفروض بيعمل ايه؟ بيتحرك وبينزل، لكن فقط مات. بقيت ماشي بصراحه ما اخبيش عليكم عندي ثوره على ربنا. قلت له يا رب يعني ما هنش عليك انك تتاخر بس 10 دقائق ربع ساعه؟ يعني رب ما انت بتحبه يا رب، يعني مسكين اتخدع. وانا طالع اخوه بيقول لي هنعمل ايه؟ انا ما عنديش مكان للصندوق وللكفن. طول ما تقعدش الهم، سيبها على ربنا والله يدبرها، بس عارفين اللي عزاني. بعد ما خلصنا فقعدت مع اخته، قالت لي عارف اختي يا اخ فريد هقول لك على خبر مهم. قلت لها بص التعب ده مزعلني انه خسر حياته الابديه. قالت لي لا ما تقولش كده، من الساعه 5 ل 7 الوقت اللي كنت بصلي فيه الروح القدس كان بيعمل ايه فيه؟ بيحصره. عارفين عمل ايه وقتها؟ بدا يبكي بدموع ويقول يا رب سامحني، غلطت في حقك، ارحمني انا الخاطي، تعبت يا رب غيرني. الساعه 8 و5 كان نافذ انفاسه الاخيره. بس اشكر ربنا. عشان كده حبايبي الزرع والحصاد شيء صعب، شيء صعب. عشان كده الكتاب بيقول لنا كفوا كجماعة مؤمنين على زرع للحصاد للجسد. من يزرع للجسد يعمل ايه؟ يحصد فسادا، لكن من يزرع للروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد فيه في وقته. عشان كده أخويا المؤمن أختي المؤمنة، لو في حياتك في أمور في الجسد مش حلوة، من فضلك احكم على جسدك امام الرب. لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. عشان كده داوود غلط، والرب على فكره رغم انه تاب لكن قال له اسمع، لا يفارق السيف بيتك الى الابد. وشاف معاناه داوود بسبب ولاده، بسبب الامور النقطه السوداء اللي كانت في حياته. عشان كده مبدأ الزرع والحصاد موجود. بس عايز أطمنكم النهاردة، لو أنت زرعت غلط كتير في حياتك الرب عنده أداة رحمة النهاردة.
لو رجعت وتبت الله عنده استعداد تام انه يغفر لك. كتاب بيقول كده، فاذكر من اين سقطت واعمل ايه؟ وتوب وارجع لربنا. الله عنده مراحم، اللي قال عنه الكتاب انا هو الماحز ذنوبك لاجل نفسي وخطاياك اعمل ايه؟ لا اذكرها مرتين. الحاجه الثالثه، يبقى قلنا في الام زمان حاضر، وقلنا انه في الام زرع واحصاد. رقم ثلاثه، في حاجه اسمها الام بحسب مشيئه ربنا. في الام بحسب مشيئه ربنا. حاجات على سبيل المثال، لما يجي في يوم الايام اضطهد ان انا بسبب امانتي، اقبل. كتاب بيقول لنا كده في روميه 8 ان جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح اللي يحصل لهم، ده الكتاب اللي بيقول فعل مضارع مستمر، ايه اللي يحصل لهم؟ يضطهدون. لما حضرتك تعيش امين في شركتك او في محلك او في مصنعك او في عيادتك او في الكليه بتاعتك، ما تتوقعش كتير انه حد هيطبطب عليك. المسيح اتألم، ولانه اتألم فانت وارد انك تتألم زيه. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. عشان كده استمر انك تعمل الخير. لو لقيت الناس كلها بتعمل غلط، بس لا، انا مش همشي في نفس التيار. الكتاب المقدس بيقول لنا كده انه الراجل الامين ماله؟ قصري البركه. حرد انك تعيش في سكه الامانه، انت وولادك ومراتك واحفادك. عيش امين للرب، لانه طول ما انت عايش امين للرب، الكتاب وعدنا كده في مزمور 91، لانه تعلق بي اعمل فيه ايه؟ انجيه، ارفعه لانه عرف اسمي. معه انا في الضيق انقذه وامجده، من طول الايام اشبعه واريه خلاصي. تعيش حياه الامانه، الرب يباركك هنا في سيرتك على الارض، حتى بعد ما تنتقل يبارك احفادك وراك، نسلك يكون قويا في الارض. ده وعد الكتاب بيقول كده. يبقى عشان كده الام بحسب مشيئه ربنا. اول حاجه، تاني مثال وهجيبه من الكتاب المقدس. في يوم من الايام الرسول بولس وهو بيخدم، عمل الرحله الاولى والرحله الثانيه والرحله الثالثه، واثناء وهو بيخدم الرب شرفه باعلانات كثيره جدا، ويبدو ان هو اخذه السماء الثالثه. وبعدين الرب حب في يوم من الايام شافه انه في داء، والداء ده انا اسف بيمسنا كلنا كجماعه مؤمنين، اسس وخدام وشغل. ايه هو الداء ده؟ داء الكبرياء. طب الرب عايز يعمل عمليه توازن فيا، عارفين ايه التوازن ده بقى؟ ما يجيش الا بايه؟ الا بألم، بشوكه. والشوكه دي تحفظني تحت امان الرب وتحت مظله الرب. هو بيقول كده عن نفسه في كورنثوس، بيقول لئلا ارتفع بفرط الاعلانات. بعدين بيقول اعطيت شوكه في الجسد. ايه الشوكه؟ لما جريت على المفسرين، البعض قال عينيه والبعض قال رجله، والبعض عارفين الشوكه ايه هي؟ من نفس الايه، ملاك الشيطان ليلطمني. طول ما كان بيروح بولس مكان كان يلاقي الشيطان عامل له، وده كان دي كان دي حاجه مش سهله، لدرجه انه جه في وقت من الاوقات الاخوه خوفا عليه نزلوه، عارفين في ايه؟ في حاجه كده عامله زي السله، ونزلوه فيها عشان يهرب من والي الحارس بتاع دمشق. شوكه متعبه، بس عارفين الشوكه دي حلوه، الشوكه دي طيبه. عارفين ليه؟ بولس بيقول انه من خلال الشوكه دي بدات ان انا اتضرع للرب، مش مره ولا اتنين لكن ثلاث مرات. وقال له حاجه، قال له يا رب الشوكه دي تعبانه من فضلك، حاجه من الاثنين يا رب، وكاني بشيل على الرب. بيقول له حاجه من الاثنين، يا تاخدني انا يا تشفيني. قال له يا تاخدني يا تشفيني. طب سؤال بقى، قال له طب اسمع بقى يا بولس، انا بصراحه لا هاخدك ولا هشفيك، بس عندي بلسان اسمه بلسان النعمه. ورد عليه الرب وقال له تكفيك نعمتي، لان قوتي في الضعف. انا يا معني شافت مؤمنين مصابين بامراض كتير، عارفين رحت عشان اوعظهم، هم اللي عملوا فيا ايه؟
شكرا ليك يا رب، شكرا ليك، شكرا ليك. دي النعمة لينا، مساند نعمة لينا، انه حسن ان يثبت القلب بالايه؟ بالنعمة. عشان كده تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. اخويا اختي اوعى تيجي في يوم من الايام تنزعج من اجل الم ولا مرض ولا اي تجربة الله سمح بيها ليك، اعرف ان ده لخيرك. والكتاب بيقول كده انه نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يا رب اشكرك من اجل كل تجربة بتسمحها لعبدك، بشكرك من اجل كل ظرف، من اجل كل احتياج، من اجل كل مرض، من اجل كل الم، من اجل كل حرمان. يا رب انت بتعمل لخيري، ان ما كنتش فاهم النهاردة هفهم بكرة. كتاب بيقول كده، كما علت السماء عن الارض هكذا على الطرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم يقول الرب. عشان كده ألام بحسب مشيئة ربنا. لو مش قادر انك تحتمل عليك انك تعمل حاجة واحدة بس، عارفين اعمل ايه؟ سلم لمن يقضي بعدل، فليستودعوا أنفسهم كما لخالق ايه؟ أمين. يا رب أنا متأكد انك بتعمل كل الخير ليا رغم ان انا مش فاهم. مش مهم، مش مهم انا مش فاهم، مش مهم انا مش فاهم معاملات ربنا، بس بعرف حاجه واحده، ان ابويا صالح وان ابويا حكيم. اخر حاجه وهختم بيها، يبقى اتكلمت على اربع اسباب من ضمن الالمات، حاجه واحده هختم بيها. ايه الغرض من الالام؟ حاجه واحده بس، ايه هي؟ الرب لانه بيحبك فعايز ينقيك وعايزك تثمر. في يوحنا 15 يقول الكتاب المقدس: أنا الكرمة الحقيقية وأب الكرام، وكل ما يأتي بثمر ينقيه. يعمل إيه؟ شكرا ليك يا رب، شكرا ليك. أنا نشأت في منطقة قريبة مني النزهة، وكنت لما وأنا رايح المدرسة صباحا كنت أشوف الراجل ماسك مقص كبير البستان ويجي عند الشجر يعمل فيها إيه؟ ها؟ يقلمها، يقلمها. عارفين بيقلمها ليه؟ عشان في النهاية تطلع بمنظر رائع، وفي النهاية ترميها ثمر. أخوي أخت، إن كان الرب بيضغط عليك ما تزعلش، عارف وراء إيه ده؟ وراء بركة. أنت في برنامج ربنا، أنت على دولاب ربنا، فالله بيشكل فيك وبيشكل في شخصيتك زي ما احنا قرينا. في النهاية الغرض الأساسي ليكونوا مشابهين صورة ابنه. عايز أطمن في الآخر واختم بحاجة، أعرف حاجة واحدة بس، وأنت بتتألم الله مش هيسيبك، الله معاك، الله هيشجعك وهيكمل معاك الرحلة. الله عارف مدى مقدار طاقتك. الكتاب المقدس بيقول لنا كده في كورنثوس: الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تصيبون، بل يعطي التجربة ومعها المنزل. ولإلهنا كل المجد.